على مهل تجري هذه المياه مصممة رغم هدوئها على رسم الوجه الجميل للحياة من حولها، فاسعة فرصة العبور والإبحار لسفن وزوارق ذاهبة وآئبة إلى مصابها تصل مياه النهر العظيم دون كلل ولا فتور، مشكلة شريانا للعيش والنماء ومنبعا لا يتناهى لتنمية تنوعت وتلونت. وباصمة ببنانها على الضفة اليمنى مدينة تسمى بلدة الجوارب، بل هي مدينة روسو التي تمددت أطرافها وصنعت مع الماء ومنابت الزرع لوحة خير قوامها البقول والحبوب والفواكه. على هذه الحاضنة خيمت أجواء رمضان، وكانت أيامه ولياليه محل ترحاب من طرف هذه الساكنة المقبلة على أمرها وصوم شهرها في ظروف مواتية تجمع الأجر مع الإنتاج. الجوارب أو روسو للشهر المبارك صامت وصانت، لم يكن ساكنوها أهل كسل، ينافي أوجها النشاط والعمل، في الشوارع والشاطئ تبدو الحركة والبركة. هي كما كانت عبارة عن واجهة وحيوية وتجارة تصل أوجها في الأسواق وعلى الأرصفة، وهذه العبارة هكذا تبدو بلد العابرين والمزارعين، لكنها محراب للذين يعمرون مساجد الله ويسبحون فيها آناء الليل وأطراف النهار احتفاء بالشهر الكريم وتزودا من زاده القويم والعظيم. عبارة روسو تواصل حمل أثقالها وتنهض بثقلها في رحلات على مدار الساعة، على متنها تعبر الشاحنات وتحمل البضائع في حركة تجارية تكيفت مع رمضان. بجواء رمضان الشركة تواصل أعمالها، يكون أنه يخلق فيه شوي تغيير اللي هي نقطة أمور حساسة، وتلعب دور مهم جدا بالتبادل الاقتصادي والتجاري وحتى روحي بين نحن وجارتنا السنغال. العشرات من المواطنين من البلدين يمشوا ويجوا طولة الدوام. ظروف رمضان الشغلة تعود مع ثلاث كيت باش كانت غير رمضان، نطلعوا الثامنة وتمون يشتغلوا إلى الثنتين، تخلقهم استراحة مدة ساعة للصلاة، وعاقبها يتواصل العمل إلى الثالثة والله السابعة. إنين تعود الضرورة فهم يطلبوا المصالح اللي معنية تطلب تمديد الوقت. غير بعيد كانت عملية رمضان تستقبل أفواج المواطنين يستلمون المؤن الرمضانية في جو من الفرح والامتنان. حسب الله لي أنا عنها لا 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 معاونة في السوق، اللي هي بالموازات معاها نفتح معاها دكاكين التموين وزودوا معاها في نفس الوقت. عادش من المواطنين يقيسوك دكاكين التموين اللي يبيعوا بالفرد، وش من مولي للناس الاخرى اللي قاد يشري الكميه بليده يجي مولي للبوتيك ورانقي عليه ويشري طبيعه الحال فاعله اثر على السوق. مع الحمد لله قاع هذا العام هم اللي روايه في ولايه ترارزه بصفه خاصه لعنها بارك الله انحلت فيها اللي قالوا الخضره والدلاح وعادوا ياسرين وعادت اسعارهم مثلا لا قاع مثلا اسعار عاديه به اللي هو هون رفض الكمبيوتر بالخصوص ينباع في السوق 200 وبيه. وفي قلب المدينة وأطرافها تفتح المساجد أبوابها وتستقبل روادها في مشهد من التضرع والتبتل وإحياء الشهر الكريم. أما المحاضر فلها في هذا الشهر المبارك دورها المعرفي الذي لم تؤثر فيه ظروف الصيام. هذه القرية قرية دينية، قرية تمتاز بالدين والقرآن الكريم، كما تعلمون أن هناك فيه بعض الفضائل التي يتمتع بها السلف بأنهم كانوا دائما يعتنون بالقرآن الكريم. في جوف الليل إذا بدأ السلف يتطهرون ثم بعد ذلك يبدأون بتلاوة القرآن، وقبل أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود تأتي أو وصلت صورة الناس.
أما خارج مدينة روسو فالزحام والالتحام حول المزارع والمراتع. هنا قد أخرجت الأرض ما لذ وطاب من الخضروات والفواكه. في هذه المزرعة نموذج واحد من إنتاج امتد عبر عديد الهكتارات، ومن حسن الطالع أن واكب الشهر الكريم. المزرعة تقريبا نقول عنها 380 هكتار هي اللي كاينه هون، في انواع الدلاح والمولون، نوعها كان الدلاح لك حلو والاخر، ونصدروه هون نمشي به خارج منه شيء يمشي واحد الخارج، ومن بقيه تمشي يصدروه الروس ونواكشوط بحادي فريقو كانت تنشر جدابه واحد نواكشوط، ونين يجي من اللي رمضان يكسر لنا الطلبات بزاف يكسروا لنا حتى نود هون قام زاح زيح عاملين 200 حتى ما شاء الله نصدروهم ساعة يوميا تقريبا نقدروا عنا واخو ساعة 50 طن تقريبا بين الولايات كاملين من هون نواكشوط ما شاء الله تبارك الله. وذاك من رمضان كامل يمشي من آخر رمضان تبارك الله هي ماشية، وفيها المولون وفيها الدلاح الآخر شكليات كنوع كامل كاينين ما شاء الله. عندنا تقريبا نقولوا 150 عامل، بعضية منها هي تقلع الدلاح، وبعضية منها تشارجي، وبعضية منها تري الحساب اللي وعد الخارج واللي وعد نواكشوط ذاك كامل تري، وما مخصصة من هون 90% من العمال تبارك الله صيام. على بوابة هذه المزرعة يفد التجار من أهل المدينة فيشترون ويربحون. فترة رمضان نجي نشري هون الدلاح، كل يوم نجي نشري كاس محلي هون في نجربة، الناس فور تعرفني حالة زمن إلينا ضرق نهار ترك رمضان ما شاء الله. الناس ذل مشيت بيامس ما الطاطا ما شاء الله ورعني رجعت ما شاء الله، ملي البيع خالق البيع خالق. وإلى مختلف مناطق الوطن تحمل هذه الشاحنات إنتاج مزارع روسو، مستغلة فرصة رمضان والإقبال المتزايد على التفكه بهذه الفاكهة. نهارنا هذا رحلة الاثنين الماضية اشترينا من هون وقسنا به أطار وبعناه وقزوزت، ورجعنا هنا هذه المرة ندور نحملوا عيان نشروهم ب 30 وقية وب 40 وقية وب 45 ومخفض للكيل. لو نمشوا به شهر نوادي بو مرة نبيعوهم 100 ومرة نبيعوه ب 60 وب 70، المهم انه هوين بعد الزمن والناس اللي قبال له ياسر بشكل لا تصور الدور. أما مزرعة كرك اثنين فقد استطاعت المزارعات فيها بذر العديد المفيد من الخضروات التي غذت الأسواق ووفرت الغذاء في هذا الشهر المعظم. واتي رمضان كما أدنى فينجان فيكم مشين بدون بايلاجي في بوم بيتر لان في بايو بوم بيتر بدين دين نيكو بدي جامم جاي نيكو بباري amon nañ ci dara jay nañ ko pompiter bi ngor gi moko joxe won xeyna ren liñu joxe balewul ndax nun ben hectare rek presque lañu ci am ndax daw amon nañ ñaari hectare pompiter ren ben hectare lañu am way ba alhamdullilah bay nañ ko liñu ci gene dekk bi presque lu ci upp dekk bi ñoko jënd ak ñeneen suñu ñinu wër suñu ox jënd nañ ko bay jeexna ndax mom lañu utiliser ci koor bi. هذه هي أرصفة الشوارع في مدينة روسو عاصمة ولاية ترارزا، وهذا قلبها النابض بالنشاط والحيوية، زودت المزارع بالإنتاج النظيف تلبية لما يحتاج له الصائمون ويفد لطلبه المتسوقون.